بلشنا في فكرة جاليري صغير نعرض أعمالنا فيه يكون مقر لنا. بعدها تحول الموضوع إلى دبي، توقف فترة بعد وفاة فرح الله يرحمه بال 2017. لا الموضوع توسع أكثر مع العائلة، بالتعاون مع عائلتها بأنه يكون جاليري بروفيشنال يجمع أكثر من فنان، نستقطب فنانين من الخارج ومن الداخل أيضا، وأكثر شيء يكون تركيزنا على الفنانين الشباب لعمل جسر ما بين الخبرات السابقة أو الخبرات الاحترافية والخبرات الشباب الجديدة، ونعمل هالكومبينيشن هذا عشان نبلش على خطاب جمالي جديد إن شاء الله. يتيح هذا المكان فسحة للجمال، الافتتاح يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى لتعميق الجو الثقافي والمقترحات التي تزيد من الفسحة الجمالية في العاصمة الأردنية عمان، التي تجد فيها الأعمال العراقية وتحديدا في مجال الفن التشكيلي.